السلام عليكم، مرحبا بكم على فيديو جديد. كنتمنى اموركم كامله تكون بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي ديال اليوم، لقيتوني كما غتشوفوا في الفيديو، يلا دخلت دابا من مغارات هالكلب، حتى هي غتشوفوها ان شاء الله. فيلميت لكم تما الاجواء غزاله بصراحه. اش بغيت نقول لكم اخر؟ صراحه غنخلي لكم الاثمنه ديال كل حاجه ديال فين ما مشيت، شي بلاصه الاثمنه ديالها اشنو خديتو فين مشيت. المهم كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديالي، وخليكم معايا ما تصابيوش هذاك الشيء غزال. مغارس هرقل، يلا غنمشي ندخلو ان شاء الله. كيدخلو من معايا البلاصة المهم، انتوما معايا شتي وكاينة، جينا فقيت الشتا. المهم ندخلو نشوفو المنظر كي داير الداخل، وانتوما معايا ان شاء الله يعجبكم الحال. يلا خليكم معايا ليكم. هادي هنايا في الدخلة ديال المغارة، مكتوب فيها البلان كيفاش البلاصة شنو فيها، منين تدخلي فيها، التواليت، بلاصة فين تخلصي، تذاكر ديال لونطخي. ايوا حنايا هنايا
ندخل لكم شوف ضربه واحد البريده زوينه شدف ماما شدف ماما لا تزلق احنا جبنا لكم المقارة ها هي الاطلالة اللي كنت سنة فيها يا ولدت هاي التومة اجب ما فحشك ديال المغرب الخريطة باقي مازال هي ما يكمل الضواب صباح الخير عليكم كي دايرين لاباس عليكم اموركم هانيه كنتمنى تكونوا كامل بالف خير لقيتوني عاوتاني خارجه كيف العاده فين ما غنمشي شي بلاصه ان شاء الله نوريها لكم الاجواء الصراحه هنا زوينه غزاله كنتمناها لكم كاملين شي تفويجه ان شاء الله مهم انتم معايا حتى تعرفوني فين غدا ان شاء الله في واحد شويه ديال السماء قبل لا هذاك ارينا ولا ما شكون ولا ارينا احنا ارينا تما ارينا نيت سبحان الله تما ارينا نيت فاش
حيت هذيك البلاصه ديال الملاهي شويه بعيد، هذيك بلاصه الملاهي اكثريه ديال ما يمكنش يكون فيها الجامع، تطلع شويه البولفار عاد كيمشي تلقى تما الجوال هذيك طويله والانسان ما كيعرفش كيفاش المدينه ما عرفش كيفاش غير الاذان بعدا يعود يتسمع. Thank you.
الجاويه العاليه. الاذان حنيني الاذان المدني.